بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي، من أراد أن يستفيد من هذه الرقية المباركة، رقية السحر المدفون، فليدهن جسده كله بالزيت المرقي أو بالمسك المرقي، ولا ينم، إنما يغلق عيونه ويقول حسبي الله ونعم الوكيل في نفسه كي لا ينام، لأن خدام أو الشياطين أو الملوك التي تخدم هذا السحر تنوم الناس مغناطيسيا بدون أن يشعروا، ويظنون أنفسهم أنهم ينصتون للرقية، وبعدها يقولوا لم أشعر بشيء، توكلت على الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون،
الله أكبر على كل ساحر وساحرة، الله أكبر على كل ساحر وساحرة، ولا يفلح الساحرون. الله أكبر على كل ساحر سحرت وظلمت، حسبنا الله على كل ساحر سحرت وظلمت، حسبنا الله على كل ساحر سحر ولا يفلح الساحرون. الله أكبر. اللهم أبطل كل سحر مدفون، ترابي مدفون في القبور والمقابر. اللهم أبطل كل سحر مدفون مقبور. اللهم أبطل كل سحر موضوع في الدولاب ومصنوع للدفن ولم يدفنوه ليؤثر على هذا المصاب وهذه المصابة. اللهم أبطل كل سحر مدفون في القبور والمقابر. اللهم أبطل كل سحر مدفون في القبور والمقابر. اللهم أبطل كل سحر مدفون في الحدائق. اللهم أبطل كل سحر مدفون في الحدائق. اللهم أبطل كل سحر مدفون في الحدائق. اللهم أبطل كل سحر مدفون في النزه، في النزه والغابات، في النزه والغابات. اللهم أبطل كل سحر مدفون أمام عتبة البيت. اللهم أبطل كل سحر مدفون أمام عتبة البيت. اللهم أبطل كل سحر مدفون أمام عتبة البيت. اللهم أبطل كل سحر مدفون أمام المزهريات. اللهم أبطل كل سحر مدفون أمام وبجانب وفي داخل المزهريات. اللهم أبطل كل سحر مدفون في داخل المزهرية. اللهم أبطل كل سحر مدفون في المزهريات. اللهم أبطل كل سحر مدفون في المزهريات. اللهم أبطل كل سحر مدفون في الحائط. اللهم أبطل كل سحر مدفون في الحائط. اللهم أبطل كل سحر مدفون في الحائط وضع عليه التراب، وضع عليه التراب والإسمنت. اللهم أبطل كل سحر يا رحمن. اللهم أبطل عقد السحر المدفون عقدة عقدة. اللهم أبطل كل سحر مدفون مصنوع بالصور، بالصور، بالصور والجداول، والجداول والطلاسم، والطلاسم. اللهم أبطل كل سحر مدفون مصنوع بالطلاسم والجداول يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبطل كل سحر مدفون مصنوع بالإبر السبعة والمصامير السبعة والدبابيس السبعة. اللهم أبطل كل سحر مصنوع بالإبر السبعة ومغروزة في الصور ومغروزة في الملابس. اللهم أبطل كل سحر مصنوع بالإبر السبعة والمصامير السبعة والدبابيس السبعة. اللهم أبطل كل سحر مدفون مصنوع بالأقفال، بالأقفال، بالأقفال للربط عن الزواج، للربط عن الزواج والتفريق بين الزوجين. اللهم أبطل كل سحر مدفون. اللهم أبطل كل سحر مدفون للربط، لربط كل زوج عن زوجته، ولكل ربط، ولربط كل ابنة، ولكل ربط كل فتاة عن زواجها، ولربط كل رجل عن زواجه وزوجته. اللهم أبطل كل سحر للربط عن الزواج. اللهم أبطل كل سحر مصنوع بالنجاسات، بدماء الحيض والنجاسات والطلاسم. اللهم أبطل كل سحر أسود مدفون. اللهم أبطل كل سحر أسود لتعطيل الزواج وتعطيل الدراسة والنجاح والتفوق، تعطيل الرزق والعمل. اللهم أبطل كل سحر مدفون للتمريض والتيه والجنون. اللهم أبطل كل سحر مدفون للتحقير، 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 لتحقير الشأن، لتحقير الذات، للتحقير والجنون. اللهم أبطل كل سحر مدفون للتحقير والذات والجنون. اللهم أبطل كل سحر مدفون في مخ، في مخ الحيوانات، في مخ الحيوانات والجثث الحيوانات والفئران والقطط والكلاب. اللهم أبطل كل سحر مدفون في جثث الحيوانات مدفون تحت الأرض ومدفون في القبور المنسية. اللهم أبطل كل سحر مدفون في القبور المنسية. اللهم أبطل كل سحر مدفون. اللهم أبطل كل سحر مدفون استعملوا فيه كفن الميت. اللهم أبطل كل سحر مدفون استعملوا فيه، استعملوا فيه كفن الميت و تواب وتياب الأموات. اللهم أبطل كل سحر مدفون استعملوا فيه طرفا من كفن الميت وملابس الميت وأسنان الميت. اللهم أبطل كل سحر فيه شعر الميت، فيه كل شيء له علاقة بالميت ليؤثر على هذا المريض، ليصيبه بالمرض، بالمرض والموت. اللهم أبطل كل سحر مدفون في القبور والمقابر. اللهم أبطل كل سحر ترابي من تراب أقدامه. اللهم أبطل كل سحر مدفون من تراب أقدامه ومن تراب أقدامها. اللهم أبطل كل سحر أخذوه من تراب أقدامها الذي تخططه ودفنوه لتمريضها بالشلل، لتمريضها بالشلل، لتمريضها بالشلل، لتمريضها بشلل حركتها، بشلل حركة جسدها. اللهم أبطل كل سحر مدفون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا، وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا، وزلزلوا زلزالا شديدا،
وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وزلزلوا زلزالا شديدا. اللهم أبطل كل سحر مدفوع. اللهم أبطل كل سحر مدفوع يقسمون فيه بالشياطين ليستمدون قوتهم من الأبالسة. اللهم أبطل كل سحر مدفوع يستمدون فيه قوته من النجمة السداسية، من نجمة اليهود ونجمة السداسية. اللهم أبطل كل سحر مدفون يستمدون فيه قوتهم من نجمة الشيطان وقرن الشيطان والنجمة السداسية. اللهم أبطل كل سحر مدفون يستمدون فيه قوتهم من النجاسات والذبيحة والشرك بالله العظيم. اللهم أبطل كل سحر مدفون يستمدون فيه قوتهم من القسم بإبليس وبالشيطان الرجيم وبالقسم بالملوك. اللهم أبطل كل سحر مدفون يستمدون فيه قوتهم من العقد الذي يقع بين الشيطان والساحر، بين الشيطان والساحر لتخدمه الملوك الشياطين هذا السحر المدفوع. اللهم أبطل كل سحر مدفوع. اللهم انسفه بآياتك وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم اجعل هذا السحر المدفوع، اللهم اجعل هذا السحر المدفوع في هذا الجسد المبارك ينقلب نارا على كل خادمه، ينقلب نارا على كل خادمه. اللهم اجعل كل سحر مدفوع في هذا الجسد المبارك ينقلب نارا وحميما وعذبا أليما على كل خادمه. اللهم اجعل هذا السحر المدفوع وهذه العقد تنقلب نارا وحميما وعذابا أليما على كل خادمه. اللهم اجعل هذا السحر المدفون ينقلب نارا على كل خادم وكل خادمة تخدمه، على كل خادم وكل خادمة تخدمه. اللهم اجعل هذا السحر المدفون ينقلب نارا وحميما وعذابا أليما على كل خادمة تخدمه في هذا الجسد المبارك. اللهم أبطل كل سحر المدفون.
اللهم أبطل كل سح مدفون يقسمون فيه بالشياطين ليستمدون قوته من الأبالسة. اللهم أبطل كل سح مدفون يستمدون فيه قوته من النجمة السداسية، من نجمة اليهود ونجمة السداسية. اللهم أبطل كل سح مدفون يستمدون فيه قوتهم من نجمة الشيطان وقرني الشيطان والنجمة السداسية. اللهم أبطل كل سح مدفون يستمدون فيه قوتهم من النجاسات والذبيحة والشرك لله العظيم. اللهم أبطل كل سح مدفون يستمدون فيه قوتهم من القسم بإبليس وبالشيطان الرجيم وبالقسم بالملوك. اللهم أبطل كل سح مدفون يستمدون فيه قوتهم من العقل الذي يقع بين الشيطان والساحر، بين الشيطان والساحر لتخدمه الملوك، لتخدم الملوك الشياطين هذا السحر المدفون. اللهم أبطل كل سحر مدفون. اللهم انسفه بآياتك وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم اجعل هذا السحر المدفون، اللهم اجعل هذا السحر المدفون في هذا الجسد المبارك ينقلب نارا على كل خادمه، ينقلب نارا على كل خادمه. اللهم اجعل كل سحر مدفون في هذا الجسد المبارك ينقلب نارا وحميما وعذبا أليما على كل خادمه. اللهم اجعل هذا السحر المدفون وهذه العقد تنقلب نارا وحميما وعذابا أليما على كل خادمه. اللهم اجعل هذا السحر المدفون ينقلب نارا على كل خادم وكل خادمة تخدمه، على كل خادم وكل خادمة تخدمه. اللهم اجعل هذا السحر المدفون ينقلب نارا وحميما وعذابا أليما على كل خادمة تخدمه في هذا الجسد المبارك. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا والآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار، وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم، فستذكرون ما أقول لكم، فستذكرون ما أقول لكم، فستذكرون ما أقول لكم. وأفوض أمري إلى الله، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، 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 النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ويوم
فتقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا والآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار.
لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا والآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم
وإن أطعتموهم إنكم لمشركون 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره 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 إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون وماتوا وهم فاسقون بقدرة الله السميع العليم تبطل عقد السحر التراب المدفون بقدرة الله السميع العليم تبطل عقد السحر المدفون في هذا الجسد المبارك بقدرة الله السميع العليم تبطل عقد السحر المدفون لزرع الكره بين الزوج وزوجته بقدرة الله السميع العليم تبطل عقد السحر المدفون لزرع الكره بين الزوج وزوجته بقدرة الله السميع العليم تبطل عقد السحر المدفون لزرع الكره لزرع الكره بين الزوج وزوجته بين الزوجة وزوجها بقدرة الله بقدرة الله السميع العليم تبطل عقد السحر المدفون لزرع الكره بين الزوجة وزوجها بقدرة الله السميع العليم تبطل عقد السحر المدفون لزرع الكره بين الزوجة وزوجها بقدرة الله السميع العليم تبطل عقد السحر المدفون لزرع الكره بين الفتاة وزوجها بين الفتاة وخطيبها بقدرة الله السميع العليم تبطل عقد السحر المدفون لزرع الكره بين كل ابنة وخطيبها بقدرة الله السميع العليم تبطل عقد السحر المدفون لزرع الكره بين كل ابنة وكل خطيبها بقدرة الله السميع العليم تبطل عقد السحر المدفون بين كل ابنة وخطيبها بقدرة الله السميع العليم تبطل عقد السحر المدفون لزرع الكره بين كل خطيب وخطيبته بقدرة الله السميع العليم تبطل عقد السحر المدفون بين كل خطيب وخطيبته بقدرة الله السميع العليم تبطل عقد السحر المدفون لزرع الكره والشقاق بين الشركاء في التجارة بقدرة الله السميع العليم تبطل عقد السحر المدفون لزرع الكره والشقاق بين الشركاء في التجارة الواحدة في الرزق الواحد في الشركة الواحدة بقدرة الله السميع العليم تبطل عقد السحر المدفون لزرع الكره والشقاق والنفاق لزرع الكره والشقاق بين كل الشركاء في التجارة بقدرة الله السميع العليم تبطل عقد السحر المدفون لزرع الكره والشقاق بين الإخوة العائلة الواحدة بقدرة الله السميع العليم تبطل عقد السحر المدفون لزرع الشقاق بين العائلة الواحدة لتشتت شمل العائلة الواحدة بقدرة الله السميع العليم تبطل عقد السحر المدفون لزرع الكره لزرع الكره بين كل أم وابنتها وبين كل أم وولدها بقدرة الله السميع العليم تبطل عقد السحر المدفون للتفريق لزرع الكره والشقاق بين الأبناء ووالديهم بقدرة الله السميع العليم تبطل عقد السحر المدفون لزرع الكره بين الوالدين والأولاد بين الوالدين والأولاد بقدرة الله السميع العليم تبطل عقد السحر المدفون لزرع الكره لزرع الكره بين كل أم وأولادها وبناتها بقدرة الله السميع العليم تبطل عقد السحر المدفون لزرع الكره لزرع الكره بين العائلة الواحدة بقدرة الله السميع العليم تبطل عقد السحر المدفون في الدماء والأعصاب والشرايين والأوردة والعظام والمفاصل وفي الجسد كله وفي الدماغ والمخ بقدرة الله السميع العليم تبطل عقد السحر المدفون لإسقاط الأجنة والأرحام
بقدرة الله السميع العليم تبطل عقد السحنتفون لتعطيل الإنجاب بقدرة الله السميع العليم تبطل عقد السحنتفون لتعطيل الإنجاب بقدرة الله السميع العليم تبطل عقد السحنتفون لإسقاط الأجنة في الأرحام بقدرة الله السميع العليم تبطل عقد السحنتفون لإسقاط الأجنة في الأرحام بقدرة الله السميع العليم تبطل عقد السحر المدفون لتمريض الأرحام والمبايض بالنزيف بقدرة الله السميع العليم تبطل عقد السحر المدفون لتمريض الأرحام بالنزيف والمبايض بقدرة الله السميع العليم تبطل عقد السحر المدفون للشلل والتمريض بقدرة الله السميع العليم تبطل عقد السحر المدفون لتعطيل الرزق والعمل بقدرة الله السميع العليم تبطل عقد السحر المدفون للتمريض والقتل والجنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى عما يشركون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به
بين المرء وزوجه، بين المرء وزوجه، بين المرء وزوجه، بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فيتعلمون منهما ما يفرقون، 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 فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، 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 وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون، أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، وتكون لكم الكبرياء في الأرض، فما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون: ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، 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 ولو كره المجرمون. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك، فغلبوا هنالك وانقلبوا ساغرين، فغلبوا هنالك وانقلبوا ساغرين. وألقي السحرة ساجدين، 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 وألقي السحرة ساجدين. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. فلما
ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا ساغرين. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر 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 ولا يفلح الساحر حيث أتى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا 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 فألقي السحرة سجدا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر على كل ساحر شيطان يخدم هذا السحر المدفون. حسبي الله ونعم الوكيل على كل ساحر شيطان يخدم هذا السحر المدفون. حسبي الله ونعم الوكيل على كل عاشق ساحر يخدم هذا السحر المدفون. حسبي الله ونعم الوكيل على كل عفريت ساحر شيطان ملك يخدم هذا السحر المدفون. حسبي الله ونعم الوكيل على كل جنية ساحرة عفريتة تخدم هذا السحر المدفون. حسبي الله ونعم الوكيل على كل عفريتة جنية مالكة ساحرة تخدم هذا السحر المدفون. حسبي الله ونعم الوكيل عليكم جميعا. يا من تتذللون للسحرة وتعبدون السحر وتعبدون الشياطين والأبارسة، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله تستنكفون عن عبادة القوي المتين. الله تستنكفون عن عبادة الله وتعبدون العباد مثلكم، تعبدون الأنجاث، تعبدون الخبثاء من السحرة والشياطين، تستنكفون عن عبادة رب العالمين الذي خلقكم. حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم أيها العفاريت. حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم. كيف ستلقون ربكم يوم القيامة؟ بأي وجه وبأي حجة ستلقون ربكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ الدنيا فانية، الدنيا لا تساوى عند الله جناح بعوضة. كيف ستلقون ربكم وأنتم موقوفون بين يدي الله؟ فأنتم قهركم سليمان عليه السلام وحده، هذا العبد، هذا النبي، هذا الملك الذي وهبه الله الملك عليكم أيها الجن، قهركم بالسلاسل والأصفاد. فما بالكم بعذاب الله الأشد والأنكى، والعذاب الله هو الأكبر، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. عليكم أن تقفوا وقفة نفس مع أنفسكم أيها الشياطين أيها العفاريت. توبوا إلى الله عز وجل، توبوا إلى الله ولا تركنوا إلا الذين ظلموا فتمسكم النار. توبوا إلى الله عز وجل، توبوا إلى الله، لا تستنكفوا عن عبادة الله، فعبادة الله هي التي تدوم وهي الأقوى. عبادة الله هي الراحة والطمأنينة والسكينة. عبادة الله هي كل شيء في هذه الدنيا. أن تعبدوا الله، أن تعبدوا الله وحده لا شريك له، أن تعبدوا الله وحده بدون أن تشاركوا به الأولياء أو أن تعبدوا معه الشياطين والجن، لا، أن تعبدوا الله وحده، حنفاء لله غير مشركين به، حنفاء لله غير مشركين به. أن تعبدوا الله على ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة إبراهيم، وعلى ملة النبيين كلهم، موسى وعيسى وإبراهيم وإلياس. أن تعبدوا الله كما عبده سليمان عليه السلام. عليكم أن تعلموا أنكم مقهورون بقدرة الله السميع العليم، أنكم لن تخرجوا من ملك الله، ولن تخرجوا من كون الله تبارك وتعالى، ولن تخرجوا من أرض الله.
فإنكم ستعذبون العذاب الشديد، العذاب الذي ما يخطر على بالكم أيها الشياطين. لا تغتروا بحلم الله، لا تغتروا بحلم برحمة الله الواسعة. إذا كنتم أيها الجان، أيها الملذ، أيها العفاريت، ضاقت عليكم رحمة الله. هل تعرفون، هل تعرفون أيها الجان، أيها الملذ، أيها العفاريت، رحمة الله وسعت كل شيء. رحمة الله وسعت السماوات والأرض، رحمة الله وسعت الدواب والحيوانات، وسعت الحشرات، وسعت الجن والإنس، وسعت كل شيء في هذا الكون، وسعت الملائكة، وسعت هذا الكون الواسع. رحمة الله واسعة، رحمة الله واسعة أيها الجان، فلماذا تضيق عليكم؟ لماذا؟ أنا أسألكم وأجيبوني يا معشر الجان، أنا أريد منكم إجابة، فأجيبوني أيها الملوك، أيها الجان، أيها العفاريت، أيها السحرة، أيها الشياطين، أيها العاشق، أيتها الساحرة، لماذا تضيق عليكم رحمة الله؟ هذا سؤال مني من الراقي أحمد السوسي لكم. لماذا تضيق عليكم رحمة الله الواسعة؟ أنا سأجيبكم، أنا سأجيبكم. رحمة الله وسعت كل شيء في هذه الدنيا، رحمة الله وسعت كل شيء في هذه الدنيا وضاقت عليكم. رحمة الله أيها الشياطين، أيها الماردة، أيها العفاريت، أيها الكفرة، أيها اليهود، أيها النصارى، يا عباد النجوم والكواكب، يا من تعبدون الأصنام، يا من تعبدون النجوم والأبالسة، ضاقت عليكم رحمة الله في هذا الكون، ورحمة الله وسعت كل شيء. أين المشكلة؟ المشكلة سأجيب عليها. ضاقت عليكم رحمة الله تبارك وتعالى إنكم تتجبرون على عظمة الله، تتجبرون على رحمة على المؤمنين، تتجبرون على المؤمنين والمسلمين، تظلمونهم بكثرة الظلم والعدوان. ضاقت عليكم رحمة الله بكثرة الظلم والعدوان، ضاقت عليكم رحمة الله. ولو تبتم إلى الله وسجدتم لله تبارك وتعالى، لو سجدتم الآن لله تبارك وتعالى، لو سجدتم الآن توبة إلى الله كما سجدت سحرة فرعون، كما سجدت سحرة فرعون، كما سجدت سحرة فرعون، أن تسجدوا لله تبارك وتعالى الآن، ستنزل عليكم رحمة الله أيها السحرة، أيها الشياطين، ستنزل عليكم رحمة الله إذا سجدتم الآن، الآن هذه الساعة، فاسجدوا لله. إذا سجدتم الآن نزلت عليكم رحمة الله، لأن الله عز وجل قال واسجد واقترب، الله عز وجل قال واسجد واقترب، يعني إذا سجدتم الله عز وجل بدل سيئاتكم حسنات، وكشف ما بكم من الظلم والعدوان، وشرح صدوركم للإسلام والإيمان والإحسان والتقوى، وأن تكونوا من الذين أنعم الله عليهم. أيها الخدام، اسمعوا ماذا قال الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، 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 واسجدوا لله، واسجدوا لله، واسجدوا لله، واسجدوا لله، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله، واسجدوا لله، واسجدوا لله، واسجدوا لله، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتفقد الطير 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 فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا 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 أو لأذبحنه أو لأذبحنه أو لياتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله الذي يخرج. اللهم أبطل كل سحر مدفون اللهم أبطل كل سحر مدفون يقسمون فيه بالشياطين ليستمدون قوتهم من الأبالسة. اللهم أبطل كل سحر مدفون يستمدون فيه قوتهم من النجمة السداسية من نجمة اليهود ونجمة السداسية. اللهم أبطل كل سحر مدفون يستمدون فيه قوتهم من نجمة الشيطان وقرني الشيطان والنجمة السداسية. اللهم أبطل كل سحر مدفون يستمدون فيه قوتهم من النجاسات والذبيحة والشرك بالله العظيم. اللهم أبطل كل سحر مدفون يستمدون فيه قوتهم من القسم بإبليس وبالشيطان الرجيم وبالقسم بالملوك. اللهم أبطل كل سحر مدفون يستمدون فيه قوتهم من العقد الذي يقع بين الشيطان والساحر بين الشيطان والساحر لتخدمه الملوك لتخدم الملوك الشياطين هذا السحر المدفون. اللهم أبطل كل سحر مدفون اللهم انسفه بآياتك وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم اجعل هذا السحر المدفون اللهم اجعل هذا السحر المدفون في هذا الجسد المبارك ينقلب نارا على كل خادمه ينقلب نارا على كل خادمه. اللهم اجعل كل سحر مدفون في هذا الجسد المبارك ينقلب نارا وحميما وعذبا أليما على كل خادمه. اللهم اجعل هذا السحر المدفون وهذه العقد تنقلب نارا وحميما وعذابا أليما على كل خادمه. اللهم اجعل هذا السحر المدفون ينقلب نارا على كل خادم وكل خادمة تخدمه على كل خادم وكل خادمة تخدمه. اللهم اجعل هذا السحر المدفون ينقلب نارا وحميما وعذابا أليما على كل خادمة تخدمه في هذا الجسد المبارك. اللهم أبطل كل سحر المدفون اللهم أبطل كل سحر مدفون يقسمون فيه بالشياطين ليستمدون قوتهم من الأبالسة. اللهم أبطل كل سحر مدفون يستمدون فيه قوتهم من النجمة السداسية من نجمة اليهود ونجمة السداسية. اللهم أبطل كل سحر مدفون يستمدون فيه قوتهم من نجمة الشيطان وقرني الشيطان والنجمة السداسية. اللهم أبطل كل سحر مدفون يستمدون فيه قوتهم من النجاسات والذبيحة والشرك بالله العظيم. اللهم أبطل كل سحر مدفون يستمدون فيه قوتهم من القسم بإبليس وبالشيطان الرجيم وبالقسم بالملوك. اللهم أبطل كل سحر مدفون يستمدون فيه قوتهم من العقد الذي يقع بين الشيطان
والساحر بين الشيطان والساحر لتخدمه الملوك لتخدم الملوك الشياطين هذا السحر المدفون. اللهم أبطئ كل سحر مدفون، اللهم انسفه بآياتك وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم اجعل هذا السحر المدفون، اللهم اجعل هذا السحر المدفون في هذا الجسد المبارك ينقلب نارا على كل خادمه، ينقلب نارا على كل خادمه. اللهم اجعل كل سحر مدفون في هذا الجسد المبارك ينقلب نارا وحميما وعذبا أليما على كل خادمه. اللهم اجعل هذا السحر المدفون وهذه العقد تنقلب نارا وحميما وعذابا أليما على كل خادمه. اللهم اجعل هذا السحر المدفون ينقلب نارا على كل خادم وكل خادمة تخدمه، على كل خادم وكل خادمة تخدمه. اللهم اجعل هذا السحر المدفون ينقلب نارا وحميما وعذابا أليما على كل خادمة تخدمه في هذا الجسد المبارك. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار،
ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا والآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا والآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم فستذكرون ما أقول لكم
فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا والآخرة وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا
النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، 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 وأن الله يبعث من في القبور. اللهم أبطل عقد الأسحار المدفون، اللهم انتقم من شيطان السحر المدفون، اللهم انتقم من كل شيطان دخل في السحر المدفون. اللهم اجعل النار عن يمينه وعن شماله، اللهم اجعل النار من أمامه ومن خلفه، اللهم اشعل فيه النار. اللهم انتقم من خادم السحر المدفون، اللهم زلزل خادم السحر المدفون، اللهم أحرق خادم السحر المدفون، اللهم مزق خادم السحر المدفون أو خادمة السحر المدفون، اللهم انتقم من كل شيطان وشيطانة دخل بالسحر المدفون، اللهم دمر وزلزل وأحرق واقتل واصعق كل شيطان وشيطانة دخلوا بالسحر المدفون، اللهم مزق، اللهم أنزل عذابك الأليم، اللهم أنزل رجسك الأليم ومقتك وغضبك على كل شيطان وشيطان يخدم السحر المدفون. اللهم مزق كل خادم وخادم يخدم السحر المدفون والمقبور. اللهم انتقم من كل شيطان وشيطانة. اللهم دمر كل ملك وملكة وكل عاشق وعاشقة يخدم السحر المدفون. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم أنزل عليهم الآيات والمعجزات. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم أقلب عاليهم سافلهم. اللهم أنزل عليهم رجسك الأليم ومقتك وغضبك. اللهم أنزل عليهم صاعقة كصاعقة عاد وثمود. اللهم أنزل عليهم ريحا عقيما. اللهم أنزل عليهم ريحا فيه عذاب أليم. اللهم أنزل عليهم الصواعق. اللهم انزل عليهم الشوه والحرق في أجساد المؤمنين. اللهم انتقم من خدام السحر المدفون. اللهم انزل عليهم الصواعق. اللهم انزل عليهم ريحا صرصرا. اللهم انزل عليهم ريحا صرصرا. اللهم انسفهم، اللهم انسفهم كما تنسف الجبال، كما تنسف الجبال. اللهم إنك قلت وقولك الحق. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. اللهم عليك بكل شيطان وشيطان دخل بالسحر المدفون. اللهم انسفهم
في هذه الأجساد المباركة. اللهم اجعل عليهم ريحا صفصفا، اللهم اجعل عليهم ريحا صفصفا، اللهم اجعل عليهم ريحا صفصفا يقتلعهم من هذه الأجساد المباركة فيخرجون بدون رجعة، فيخرجون من أصابع اليدين والقدمين. اللهم انزل عليهم ريحا صفصفا، اللهم انزل عليهم ريحا عقيما، اللهم انزل عليهم ريحا فيه عذاب أليم، اللهم تقي من خدام السحر مدفون، اللهم انزل عليهم ريح فيها عذاب أليم، اللهم انزل عليهم ريحا فيها عذاب أليم، اللهم احرق أجسادهم الخفيفة الظالمة المعتدية الخبيثة، اللهم احرق أرواحهم الخفيفة التي لا ترى، اللهم احرق أجسادهم وأرواحهم الخفيفة التي لا ترى، اللهم احرق أجسادهم الخفيفة المعتدية الظالمة الخبيثة العاهرة، اللهم احرق كل شيطان عاهرة في هذا الجسد المبارك، اللهم احرق كل شيطان عاهرة في هذا الجسد المبارك، كل ساحرة عاهرة مجرمة ظالمة زانية، اللهم احرق كل شيطان فاحش يتقوى بالفاحش عاهر مجرم زاني، اللهم احرقه، اللهم اجعل عشقه لهذا الجسد المؤمن ينقلب عليه عذابا وحميما ونارا، اللهم اجعل كل عشق لهذا الشيطان العاشق لهذه المؤمنة، اللهم اجعل عشقه وسحره في هذا الجسد ينقلب عليه نارا ما دام في الجسد، ينقلب عليه حميما ما دام في الجسد، ينقلب عليه عذابا أليما إلى يوم الدين ما دام في الجسد. اللهم اقلعه من هذا الجسد، اللهم انتق من كل عاشقة ساحرة زانية، اللهم اجعل سحرها وعشقها لهذا الجسد المؤمن ينقلب عليها نارا وحميما وعذابا أليما. اللهم اجعل هذا الجسد عليها نارا ما دامت في هذا الجسد، اللهم اجعل هذا الجسد عليها حميما ما دامت في هذا الجسد، اللهم اجعل هذا الجسد عليها عذابا أليما ومقلعا وغضبا ما دامت في هذا الجسد حتى ترحل من هذا الجسد بقدرة الله السميع العليم، وتخرج من أصابع الأقدام ومن أصابع اليدين بقدرة الله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، 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 فابتغوا عند الله الرزق، 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 واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا، قالوا سبحانك أنت ولينا، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء
وما أنت بمسمع من في القبور، 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 وما أنت بمسمع من في القبور. يا معشر الجن توبوا إلى الله، يا معشر الجن توبوا إلى الله، يا معشر الجن توبوا إلى الله توبة، يا معشر الجن توبوا إلى الله توبة، توبوا إلى الله توبة، توبوا إلى الله قبل فوات الأوان وأن يحين الأجل وتأتيكم الموت بغتة وأنتم لا تشعرون. يا معشر الجن توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبوا إلى الله توبة نصوحة، التوبة التوبة. يا معشر الجان توبوا إلى الله، يا معشر الجان توبوا إلى الله، يا معشر الجان توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة 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 نصوحة. اعلموا أن الظلم، اعلموا أن الظلم والعدوان الذي تفعلونه في هذا الجسد ظلمات عليكم يوم القيامة، ظلمات عليكم بعضها فوق بعض، ظلمات عليكم ظلمات 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 عليكم يوم القيامة، يوم القيامة، يوم القيامة، يوم التناد، يوم القارعة، يوم القارعة، يوم الزلزلة، يوم الزلزلة، يوم تسود وجوه وتبيض وجوه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ماذا ستقولون لربكم يوم التناد، يوم تحشرون إلى ربكم فرادا، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. اعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فتوبوا إلى الله، فتوبوا إلى الله، فتوبوا إلى الله خير لكم يا معشر الجان، فتوبوا إلى الله خير لكم يا معشر الجان. عسى ربكم أن يتجاوز عن ظلمكم وطغيانكم، عسى ربكم أن يبدل سيئاتكم حسنات، عسى ربكم أن يرحمكم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أقسمت عليكم بالله العظيم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، أن تخرجوا من أصابع اليدين والقدمين، أن تخرجوا من أصابع اليدين والقدمين طاعة لله الواحد القهار، أن تخرجوا من أصابع اليدين والقدمين، أن تخرجوا بين الأصابع والأظفار بقدرة الله السميع العليم، أن تخرجوا بين الأصابع والأظفار طاعة لله الواحد القهار، أن تخرجوا من أصابع اليدين والقدمين توبة إلى الله وتعظيما لحرمة الله وخوفا من الله العظيم الجبار القوي المتين الواحد الأحد فاطر السماوات والأرض الصمد، أن تخرجوا بقدرة الله السميع العليم أذلة وأنتم صاغرون، أن تخرجوا بإذن الله تبارك وتعالى أذلة وأنتم صاغرون، أن تخرجوا بدون رجع إلى هذا الجسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا لله الدين الخالص،
ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي 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 وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره 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 ثم إذا شاء أنشره ثم إذا شاء أنشره ثم إذا شاء أنشره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت 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 علمت نفس ما قدمت وأخرت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور 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 أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، 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 ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم أبطل كل سحر مدفوع، اللهم أبطل كل سحر مدفون يقسمون فيه بالشياطين ليستمدون قوتهم من الأبالسة. اللهم أبطل كل سحر مدفون يستمدون فيه قوتهم من النجمة السداسية، من نجمة اليهود ونجمة السداسية. اللهم أبطل كل سحر مدفون يستمدون فيه قوتهم من نجمة الشيطان وقرني الشيطان والنجمة السداسية. اللهم أبطل كل سحر مدفون يستمدون فيه قوتهم من النجاسات والذبيحة والشرك بالله العظيم. اللهم أبطل كل سحر مدفون يستمدون فيه قوتهم من القسم بإبليس وبالشيطان الرجيم وبالقسم بالملوك. اللهم أبطل كل سحر مدفون يستمدون فيه قوتهم من العقل الذي يقع بين الشيطان والساحر، بين الشيطان والساحر لتخدمه الملوك، لتخدم الملوك الشياطين هذا السحر المدفون. اللهم أبطل كل سحر مدفون، اللهم انسفه بآياتك وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم اجعل هذا السحر المدفون، اللهم اجعل هذا السحر المدفون في هذا الجسد المبارك ينقلب نارا على كل خادمه، ينقلب نارا على كل خادمه. اللهم اجعل كل سحر مدفون في هذا الجسد المبارك ينقلب نارا وحميما وعذبا أليما على كل خادمه. اللهم اجعل هذا السحر المدفون وهذه العقد تنقلب نارا وحميما وعذابا أليما على كل خادمه. اللهم اجعل هذا السحر المدفون ينقلب نارا على كل خادم وكل خادمة تخدمه، على كل خادم وكل خادمة تخدمه. اللهم اجعل هذا السحر المدفون ينقلب نارا وحميما وعذابا أليما على كل خادمة تخدمه في هذا الجسد المبارك. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا،
وزلزلوا زلزالا شديدا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا والآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا 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 النار يعرضون عليها غدوا وعشيا
ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا آخرة وأن مردنا إلى الله وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم فستذكرون ما أقول لكم فستذكرون ما أقول لكم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا 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 ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم
إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا والآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا والآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا
وحاق بآل فرعون سوء العذاب وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا 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 ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا والآخرة وأن مردنا إلى الله وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم فستذكرون ما أقول لكم فستذكرون ما أقول لكم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا 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 ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب
ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا والآخرة وأن مردنا إلى الله وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم فستذكرون ما أقول لكم فستذكرون ما أقول لكم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا 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 ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا والآخرة وأن مردنا إلى الله وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار
وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم فستذكرون ما أقول لكم فستذكرون ما أقول لكم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا 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 ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا والآخرة وأن مردنا إلى الله وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم فستذكرون ما أقول لكم فستذكرون ما أقول لكم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا
النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا والآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار، وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم، فستذكرون ما أقول لكم، فستذكرون ما أقول لكم، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، 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 ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.